السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي تكون اخر بارتي في الكور ديال جينيراليتي سور لي فونكسيون نيميريك، يعني مستوى طبيعي الحال اللي هو ترون كوما. نجيو هنايا لا بارتي كتهضر على لا بوزيسيون غولاتيف دو كورب، يعني يقدر يكون عندي مثلا واحد الغراف وكنتظر انا من الغراف دي كيسيون بحال اش مثلا، واش الداله موجبه اسكو لا فونكسيون اف يعني بوزيتيف ولا مثلا نيجاتيف، ولا مثلا واحد لا فونكسيون اف دو اكس واش كبر من جي دو اكس ولا لا، دونك دي زينيكواسيون ولا دي زيكواسيون غرافيكمون، ولا مثلا كيعطيونا واحد لا كوب كيقول لي جبد منه لو دومين دو ديفينيسيون، ولا جبد منه مثلا طابلو دو فارياسيون. شي كامل ان شاء الله غادي نديرو في هاد لا فيديو، حاولوا تبعوا معايا. نبداو بكان نيميرو 1. افترض دابا عندنا واحد الغوبير اوتونومي، ها هو، حاولوا تركزوا معايا فيكم، وخدينا واحد لاكوب على هاد الشكل هذا مثلا C2 C2F، هذا هو لاكوب ديال لا فونكسيون اف. مزيان، هنا لا كيسيون اللي غادي نتشاطرو مثلا من هنا، غادي يقول لينا مونطخي que quel que soit يعني pour tout x appartenant à l'intervalle i بأن f de x supérieur strictement à 0. هذا السؤال. دونك كيفاش يمكن لي نجاوب على هذا السؤال؟ هذا اول حاجه هضروا لي على هذا الانترفال اي. فين هو الانترفال اي؟ مثلا ناخذ من هنا من هذا لو بوين، مثلا هذا لو بوين الانترفال اللي كنهضروا عليه هو هنا، هذا هو المجال اللي كيدوي عليه، غنسميه اي. حاولوا تتبعوا معايا فيكم. اش كيبان لينا هنايا؟ نلاحظ من خلال هاد المبيان بان المنحنى ديال الداله اف فين كاين؟ يوجد فوق محور الافاصيل، كاين الفوق، يعني ملي كاين الفوق كتكون الداله ايفيدامون موجبه، يعني كتسمى اذا كيسيون جرافيك. نجيو هنايا دابا نجاوب على السؤال، حنا ما عندناش الداله اللي غادي نبينها كبر من صغر بالتعطير ولا بشي طريقه اخرى. هذا ممكن نقولوا ليهم اون غوماك كو سي دو اف يعني لا كوب دو لا فونكسيون اف ها هو سيتوي فين او دوسو دو لاكس او اكس. شنو هو لاكس او اكس؟ يعني لاكس دي زابسيس. ملي كيبان لي المنحنى يوجد فوق محور الافاصيل صافي يمكن لينا نقولو هنايا، دونك هنايا دونك بور تيت اكس ابارتنون لانترفال اليبارين اف دو اكس سوبيريور ستريكتمون ازار. ملي قلتي هنا او دوسو دو لاكس او اكس، من الافضل تذكر لي تقول لي سور كيل انترفال، يعني كاين الفوق فين في هذا المجال هذا اللي هو اللي سميناه يعني سور لانترفال. هذه هي الجواب ديال هذا السؤال هذا، حاولوا تركزوا معايا. نعاود، قلت بان عندي واحد الجراف ها هو، كيبان لينا المنحنى ها هو اللي كتشوفوا فيه باللون الاحمر، كنلاحظوا بان هنا المنحنى يوجد فوق محور الافاصيل. ملي كتكون الداله ولا المنحنى فوق محور الافاصيل، هنا الداله كتكون موجبه، ما كتعنيش بانها كرواسونت ولا ديكرواسونت، هاي الي كرواسونت ديكرواسونت كرواسونت، يعني لا علاقه بلا فارياسيون. هادشي اللي كنقول لها، الا بغيتي تشوف واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، كافي انك تعرف المنحنى واش فوق الافاصيل ولا تحت الافاصيل. هذا كان نيميرو 1. مزيان، دونك الا قالوا لي مونتري كو اف دو اي سوبيريور سيتو ا زيرو، نقول لهم اون غوماك كو سي دو اف سيتوي او دوسو دو لاكس دي زابسيس، سيتادير كو سيت فونكسيون اي بوزيتيف بيان ستريكتمون بوزيتيف. داكا، هذا السؤال الاول. دابا غادي نمشيو نمسحو السبوره ونمشيو نديرو لاكا نيميرو 2. دونك بالنسبة لكا نيميرو 2 كيبان لينا عاوتاني عندنا واحد الكراف، ولكن هنا كيبان لينا بأن المنحنى مكاينش الفوق، دابا مكاينش فوق الأفاصيل. فين كاين؟ كاين تحت محور الأفاصيل، يعني سوتخوف سي دو اف سوتخوف أو دوسو دو كوا دو لاكس دي زابسيس اللي هو لاكس أو إكس. دونك لا كيسيون اللي كنتهضرو هنا كيف العادة، كيسيون اللي يقولك مونطخي مثلا graphiquement je vais vous demander graphiquement montrer que pour
Tout x appartenant à l'intervalle i, la fonction f de x est inférieure strictement à 0. On dit la question. Elle mène d'elle là, tu conseilles, voilà, qui graphiquement. Dis-moi les questions graphiquement. Je vais vous faire la solution. On remarque que la courbe de la fonction f est initiée de f, située bien se trouve, située au-dessous de l'axe OX, fin sur l'intervalle et le canadroli. Alors, on va de l'intervalle. Au général, je voulais donc la fonction f de x inférieure strictement à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle. هذا هو الجواب يعني نلاحظ بأن المنحنى للدالة f يوجد تحت محور a فاصل وبالتالي فإن الدالة سالبة يعني واش تعرف دابا الدالة واش سالبة ولا موجبة كافي أنك تشوف مبيانيا المنحنى واش فوق محور a فاصل ولا تحت a فاصل هذه هي لانتربريتاسيون جيومتريك اللي كنهضرو عليها دابا هما لي بوزيسيون يعني لا بوزيسيون غولاتيف أونتر كوا إيكوا أونتر لا كوب دو لا فونكسيون f أي لاكس دي زارسيس دابا يمكن لينا نمشيو لكانيميرو 3 اللي غادي يهضر ليا إن شاء الله على دو كوب داكوغ. Alors, pour le cas numéro 3, qu'est-ce que tu as dit? Je vais faire une courbe, je vais faire deux courbes. Je vais faire la position relative de courbe. Je vais faire une courbe avec l'axe des abscisses ou je vais faire une courbe avec la courbe. Je vais faire une courbe. Je vais faire deux courbes, je vais faire F ou C de G. Je la courbe de la fonction F ou la courbe de la fonction G. Bien. La question, là, je vais faire une courbe. La question. Donc, on va essayer de vous montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle i, dans la fonction f de x supérieure strictement à g de x. Alors, que vous avez je vais vous dire que vous avez dit 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 الوضع النسبي بين منحنى ومحور الافاصيل صافي مزيان حيت هنا إيكغيك تيكالا زيرو حاولوا تركزوا معايا الى عندي جوج ديال الدوال يعني جوج منحنيات خاص يكون عندنا جوج ديال الدوال المنحنى ديال الداله هو المنحنى ديال الداله هو هذا ديال السي دو جي ولا السي دو اف مزيان هادشي بطبيعة الحال بغيناه جرافيكمون كون بغاو الجبريكمون ساهل غاتشد اف اكس غاتنقص منه جي دي اكس وتحسب على خاطرك ولك ستلقاه اكبر من او اكبر قطعه من صفر ولا اكبر من يساوي حسب شنو مالي والله في التمرين بيان في هذه الحاله هذه قلنا اف دي اكس سوبيريور ا جي دي اكس خصنا نشوفو كنمشيو دابا عاوتاني للغراف اش غنقول غرافيكمون يعني اون غومارك دابخي لو غراف يعني من خلال المبيان شنو عندنا كو شوف المنحنى سي دو اف ها هو فين كاين كاين فوق ماشي كنمشي على الافاصيل دابا كاين فوق المنحنى ديال الداله جي يعني دابا كنقارنوا جوج ديال المنحنيات لا كومباريزون دو دو فونكسيون يعني كنا كنقولوا ليكاليتي واش داله اكبر من الاخرى دابا لا جرافيكمون كنقارنوا المنحنيات فين هو اللي فوق من الاخر كيبان لنا بان لا فونكسيون بيان لا كوب دو لا فونكسيون اف سو تروف au-dessus de la courbe de la fonction g fine fait l'intervalle هذا اللي هو i مزيان donc là on remarque graphiquement bien d'après le graphe que la courbe de la fonction f à oa c'est le f situé au-dessus de la courbe de la fonction g qui est une forme non mais qui est connue à la fois là et une hache d'elle est qu'est-ce qu'on connaît comme d'elle إلا كانت تحتو كتكون هاد الدالة صغر من هاد الدالة صافي مزيان يعني هنا الدالة جي دو إكس صغر من إف دو إكس و إف دو إكس راه كبر من جي دو إكس راه بحال بحال اللي بغيتي بغيت دير سي دو جي بغيت دير سي دو إف اللي بغيتي تبدا بيه ما عندنا حتى شي مشكل تقدر تقول مثلا أون غومارك كو سي دو جي سيتيي أو دوسو دو لا كوب دو لا فونكسيون إف ما عندنا حتى شي إشكال سيتادير كو لا فونكسيون جي دو إكس انفيريور على لا فونكسيون إف دو إكس سور لانترفال اللي فارضين علينا صافي و كتجي هنا و كتقول دونك بور تيت إكس appartenant à l'intervalle il est qui fardou علينا واش هي r واش هو l'intervalle من موالف فين زار والله اعلم على حسب واش عطينا في التمرين donc la fonction f de x est supérieure strictement à g de x مزيان
فين طبعا الحرف هذا الانترفال هذا كان نيميرو 3 دابا يمكن لينا نمشيو لواحد لوكا عاوتاني اخر اللي هو كان نيميرو 4 حاولوا تركزوا معايا راكم السلام عليكم دونك غادي نمشيو هنايا لكان نيميرو 4 حيت حاولت نرسم هاد لاكو باش تعرفوا هاد الحاله هادي ركزوا مزيان في الحال ما صعيباش ولكن غير حاولوا تركزوا معايا باش تفهموا مزيان اش كيبان لينا هنا كيبان لينا عاوتاني دو كوب كاين لاكوب دو لا فونكسيون جي اللي هو بلا كولور روج وكيبان لينا لاكوب دو لا فونكسيون اف اللي هو بلا كولور فيرت مزيان اش كيبان لينا هنا مره كيكون هاد الكولور فوق هاد الكولور هنا مره كيبان لينا عاوتاني هاد الكولور فوق هاد الكولور كل مره واش على حسب اش على حسب لي زانترفال الانترفال الاول شوفوا لاحظوا مزيان من موالا فين جوسكا ا ومن ا جوسكا بي ومن بي جوسكا سي ومن سي جوسكا بلس انفين دونك لا كيسيون هنا غادي تفرض عليك هي ايتيدي ركزوا معايا مزيان ايتيدي لا بوزيسيون غولاتيف دو كوا دو سي دو اف اي سي دو جي هادي لا كيسيون يعني بغينا ندرسو الوضع النسبي يعني فين هي الدالة اللي كبر من الأخرى واش اف دو اكس كبر من جي دو اكس ولا جي دو اكس كبر من اف دو اكس ولا متساويين ولا خصنا نعرفو هاد المسائل هادي كنجيو دابا هنا في الجواب كنبداو ركزو معايا مزيان عافاكم هنا كنلاحظو بأن كل مرة شنو كيوقع يعني كاين هنا بزاف ديال ليكا هنايا غنقولهم سيغ لانترفال الأولى اللي من موالا فيني جوسكا أ هاي موالا فيني جوسكا أ كنلاحظ من موالا فين جوسكا ا هذا اوفير وهذا بغيت يدير فيرمي ما كاينش مشكل بغيت يديرو حتى اوفير ما كاينش مشكل غير هو الا درتيه فيرمي خاص لو بوين يدخل معاهم يعني هنا كنقولوا دالة اكبر من او يساوي حيت داخل العدد واذا كان خارج هذا العدد خرج شي يعني اذا كان اكسكلو اشنو كدير في الحاله كتاخذ كتكون اف دو اكس ولا جي دو اكس ما عرفتش واش الحاله هذه اف دو اكس ولا جي دو اكس تكون اكبر قطعا يعني سوبيريور ستريكتومون عاد كنزيدو حاله اخرى فاش كتكون ليغاليتي يعني الا دخلنا كنخدمو بليغاليتي مباشره ردوا معايا البال يعني في هاد الانترفال اش كنلاحظو هنا نبداو بالاول باش تفهمو بعدا من موالا فيني جوسكا ا يعني في هاد الانترفال هذا هاو اش كيبان لينا اون غومارك جرافيكمون بيان دابخي لو غراف كو لا كوب دو لا فونكسيون اف سيتوي او دوسو دو لا كوب دو لا فونكسيون جي يعني كيبان لي بان المنحنى هذا اللي بالاخضر راه كاين فوق المنحنى بالاحمر ولكن فين هادشي غير من موالا فيني تا الا حيت انا تقلبوا ولا الاحمر فوق هذا الاخضر هذا مزيان دونك هنا لا كوب دو لا فونكسيون اف سو تروف او بيان سيتوي او دوسو دو لا كوب دو لا فونكسيون جي سور لانترفال موالا فيني جوسكا ا دونك هنا غادي نقولوا اون غومارك حاولوا تركزوا معايا اون غومارك كو سي 2F situé au-dessus, yani fort, au-dessus de C de G. Yani fait le halé hédi, va te goûter donc F de X supérieur à G de X. Voilà. Est-ce que je vais te dire strictement, allez, je vais te dire égal. Quand je vais te dire l'intervalle de l'année. الانترفال كيفاش داير هنا فيرمي يعني غادي تكون عندي هنا واي قال يعني كتقاطع لي في هذه النقطه هذه حتى واحد ما كبر من الاخر حتى واحد ما فوق الاخر يعني هنا ولا قد جي دي اكس قد اف دي اكس بحال حيت وريوني فينا هو اللون دابا اللي كبر من الاخر اللي فوق من الاخر حتى واحد ولكن غير في هذا لو بوين هذا في لو بوين ا يعني ملي دخلتي انت غادي دير هنا واي قال الا درتي بحال هكذا اوفير غادي دير ستريكتومون بحال هكذا هذا هو الفرق بيناتهم دابا حنا نخليوها ديجا كي كانت اللي هي هاهي فيرمي وهنا طبعا الحال غتكون عندي او ماي غاد مزيان ولكن هادشي غير في هاد الانترفال الاول غنمشيو دابا سور الانترفال من ا جوسكا بي يعني في هاد الانترفال هذا هاهو من ا جوسكا بي هاهي سور الانترفال ا جوسكا بي مزيان عاوتاني ا هنا كان فيرمي بغيتي ديرو هنا اوفير ديرو اوفير حيت انا دخلتيه مرة واحدة المهم ما كيهمناش المهم في هاد الانترفال انا كندوي دابا اون جينيرال الى عطاوك الانترفال ا بي ها هو فيرمي فيرمي اش غادي دير في هاد الحالة كنشوفو عاوتاني
D'après le graphe, on remarque que la courbe de la fonction g, dans la ligne ahmar, g, finkay, se trouve au-dessus de la courbe de la fonction f. Ou là, on remarque que la fonction f, il y a la courbe de la fonction f, se trouve au-dessous, avec les bras qui est cachés dans le monde réel. يعني الدالة F راها صغار دابا من الدالة G. كانت قبيلة كبر منها حيت كان فوق منها. دابا الدالة F راها يعني تحت المنحنى ديال الدالة G. يعني الدالة F راها صغر من الدالة G. يعني جاو هنا واش نكتبو؟ أن غومارك كو أن غومارك كو لا كوب دو لا فونكسيون F situé au-dessous de C de G. Fadhaledi, donc f de x mela inférieur ou égal à g de x. Combien est-ce qu'il y a un petit peu? Il y a un petit peu supérieur. De vous le dire, dit inférieur ou égal à l'âge, c'est la courbe de l'âge, c'est la courbe de la fonction. F ما كنشوفوش هنا مع لاكس دي زابسيس ولا دونك حنا دابا المنحنيات مزيان غنمشيو سور لانترفال من بي جوسكا سي هاي بي جوسكا سي فهاد لانترفال شنو اون غومارك كو كنلاحظو فهاد لانترفال غادي نحاول عاوتاني غندير ليه هاديك لابارتي لي درت دابا. On remarque que la courbe de la fonction f se trouve au-dessus de la courbe de la fonction g. يعني بحال رجعنا للحل الاول حيت كما لينا الاول الاخضر فوق الاحمر هو الاخضر فوق الاحمر دونك علاش نكتبو on remarque que c de f situé au-dessus de c de g donc في الحالة يمكن نقولوا بان لا فونكسيون f de x supérieur ou égal à g de x ملي كيكونوا فيرمي راه كنديروا ايغال الا كانوا اوفر كنديروا ستريكت حيت ما داخلش داك العدد. بقى لينا اخر واحد سور لانترفال من c هو جوسكا كوا جوسكا بلوس لانفين كيما لينا دابا اللون الاحمر فوق اللون الاخضر اللون الاحمر ديالها جي الداله جي يعني دابا الداله جي كبر من الداله f حيت كاين فوق دونك شفتوا هنايا سور لانترفال c jusqu'à plus l'infini هكا اش كنلاحظو عاوتاني كنكتبو اون غومارك كو c دو f situé c دو f هو اللي بالاخضر situé en dessous كي لتحت دابا دو c دو g شنكتبو هنايا دونك la fonction f de x est inférieure ou égale à g de x. Elle dit la résolution de l'inéquation graphiquement. Elle va résoudre l'inéquation f de x supérieure à g de x. A tchèque, tu as vu le mot de la f, et le mot de la f, kain, fok le mot de la g. Fais un intervalle, ou mal qu'il faut faire de l'intervalle des variables. Et là, tu as vu que tu as donc f de x à g de x. C'est un café, tu as vu le mot de la partie numéro 4. Bien. دابا يمكن لينا نمشيو لواحد الحاجه اخرى دونك هنايا ان شاء الله غادي نحاول نشرح لا ريزولوشن دون ايكواسيون غرافيكمون يعني غنتشاضر هذا السؤال غنقول لكم مثلا ريزودر غرافيكمون ليكواسيون f de x est égal à 0. هذه هي لا كاستيون دونك حلول معادله مبيانيه اش كنلاحظوا هنا كنشوفوا هنا تقاطع ما بين المنحنى ومحور الافاصيل يعني كنقلبوا على لا انترسيكسيون entre la courbe de la fonction f ou la courbe de la fonction g avec l'axe des abscisses كنشوفوا فين كاينه لا انترسيكسيون فين كاين التقاطع يعني واش لا كوب coupe l'axe des abscisses ou bien non. Bien. Quand je vois le cas de l'étude, on fait le cas. On remarque que la courbe de la fonction f inter ou bien coupe
La droite d'équation y est égale à 0 fait شحال من نقطة كاينة النقطة الأولى والثانية والثالثة والرابعة يعني cette équation admet 4 solutions exactement pourquoi تعطيهم لي زابسيس اللي عندنا هنايا يعني كتحاول تعطيهم اللي بغاو عدد الحلول وكتقول لي غير شحال يعني واش 4 واش 3 واش 4 حلول واش 5 حلول واش 6 حلول ولا حل واحد ولا ما كاينش كاع ولا كيقول لك عطيني الحلول اكزاكتومون شنو داكور هنايا يعني كنقلبوا على لانترسيكسيون ركزوا معايا لانترسيكسيون دو سي دو اف افيك اوكس هنا كنقلبوا على لانترسيكسيون كنشوف فين كاين الانترسيكسيون ديال الفوق كيتقاطع ليا المنحنى مع المحور هذا اللي المعادله ديالو ايكغيك كتساوي زيرو هذا هو لي كونسيون ديال ايكغيك تيكال زيرو مزيان حيت ايكغيك هو زيرو كاين ايكغيك تيكال ان تقدر تكون مستقيم اخر هنا وغادي شوي شوي انسي دو سويت نجيو هنا قلنا الانترسيكسيون كاينه هاد النقطه كاينه هاد النقطه اللي حتى هي كاين هاد لو بوان كاين هاد لو بوان هذا نقدروا نسميوه مثلا اكس 1 ولا نسميه اكس 2 ولا نسميه اكس 3 ولا نسميه اكس 4 Donc, combien de solutions 4 solutions. À chaque fois que je vous la question, la solution de la question, j'ai un angle. Angle 1, remarque. D'après le graphe, que la courbe de la fonction f inter. Coupe inter quoi l'axe OX fin en point en fait nos quatre en point l'angulo au point au point d'abscisse je vais voir l'abscisse dialon les abscisses dialon on voit X1, X2, X3, X4 X1 X2 X3 et X4. Ça fait que j'ai donc que je voulais la solution libérine. Faire que le magie libérine en vrai. Elle dit que je X1, X2, X3 et X4. Elle dit la solution de l'équation. Elle dit voilà qui est graphiquement. Je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire un exercice. Je vais vous dire que نديرو فيه بزاف ديال الامور حاولوا تركزوا معايا بما حيت هادشي هذا ان شاء الله غادي نشوفوا هاد ليكزارسيس اللي غادي نديرو فيه بزاف ديال لي كيسيون كنلاحظوا قال لي سوا لا فونكسيون اف ديفيني بار يعني ديفيني بار سا ريبريزونطاسيون غرافيك يعني ما عطاونيش لا فونكسيون شنو هي عطاوني ان غراف يعني انطلاقا من لو غراف دابري لو غراف يعني اون فا on doit répondre aux questions graphiquement, d'accord? Donc, pour la première question, déterminer D de F, mais pas bien, la question graphiquement, mais algébriquement. مزيان دونك الى جينا هنا للدومين دو ديفينيسيون عمرنا خرجنا للدومين ديفينيسيون دابري لا غراف دابا لاحظوا معايا لا كوب هو اللي باللون الاحمر يعني بهاد لا كولور روج كيفاش كنقراو بعدا لا كوب كيتقرا ليا من اليسار لليمين دائما ما عمرنا كنقراو لا كوب من هنا كنشوفوا هاد اللون الاحمر منين بادي يعني فين حدو منين بادي وفين عاوتاني غادي يسالي ليا يعني لا ليميت ديالو فينا فين مزيان يعني عندو دي زيكستريميتي ديالو خصنا نعرفوهم بحال هنايا مني بادي المنحنى كون كان جاي من هنا نقدر نقول من موالا فين الى جاي من هنا نقول حتى هي من موالا فين ولكن انا هنا بادي هي من هاد لو بوان بالضبط يعني محدود يعني ليميتي باش بهاد العدد هذا اللي هو موان 5 يعني بادي لي من موان 5 زي لا فونكسيون واش تقطعات ما تقطعش لي المنحنى نهائيا يعني لا كوب اي كونتينيو جوسكا كوا عاوتاني فين تحبس حبس عند خمسة واش كمل بلوس فيني ما كملش حدو هنا دونك شنو الدومين ما حبسو حتى شي حاجه ما تقطعش المنحنى نهائيا اش كنقصد ما تقطعش مثلا بحال هكا عندنا منحنى مثلا جاي بحال هكا وطلع حتى الفوق هنا تحبس خصو يكمل
حبسوا هذا المستقيم هذا، عاوتاني بدا من هنا عاوتاني كمل هنا. شنو ممكن نقولوا من موالا فيني جوسكا زيرو، ولكن اوفر حيت تحبس عاد اونيون من زيرو اوفر جوسكا كوا بلوس انفين، يعني بدا فين فين جوسكا بلوس انفين. هنا بادي من موالا فين، شوف منين جاي هذا، لا هذه بادي من موان 5 ما تقطعش روح انا كاع تلاش جوسكا 5، يعني دومين ديفينيسيون من موان 5 جوسكا 5. عقلوا على المساله هذه، نجيو هنا دونك دومين هنايا لو ديفينيسيون ايت ايغال من موان 5 جوسكا كوا جوسكا 5، هذا هو الدومين دو ديفينيسيون جرافيكمون. وهاد 5 وموان 5 واش وصل المنحنى تاع موان 5؟ وصل ليه، يعني هنا الي فيرمي. واش وصل المنحنى تاع 5؟ تا هو وصل ليه، دونك الي فيرمي. مزيان، الا كان وصل المنحنى مثلا تاع هنا ما قرب ما وصلش لخمسة، يعني ما قربش ليه، يعني ما غاديش تدخل خمسة، تكون اوفر. حاول تكونوا فهمتوا مزيان علاش، حيت اغلبيه كيبقى يقول لي واش فاهمه ولا اوفر، انا راه واضح الامور. يعني الا كان كيقرب ليا من هذا العدد هذا ما وصلش ليه كاع، انا كنكون ستريكتمون. الا كان وصل لخمسة، يعني قاس لي نومبر 5 ولا فات لي خمسة، هنا يمكن لينا ندخلوا هذا العدد لنومبر 5. كلشي فهم مزيان، ها هو الدومين. لا كيسيون دو غادي ندويو على لا باريتي دو سيت فونكسيون، لا باريتي دو اف، ولكن غرافيكمون حنا موالفين في لا باريتي. كنمشيو كنديرو لا فيريفيكاسيون دو دو كونديسيون، كنمشيو كنديرو الاولى بور تو اكس ابارتنون ا دو اف موا اكس اوسي ابارتنون ا دو اف. كنمشيو كنحسبو ليماج دو موا اكس كنلقاو واش اف دو اكس ولا موا اف دو اكس. كانت اف دو اكس لا فونكسيون بار، كانت موا اف دو اكس لا فونكسيون اي ان بار، شي كنا درنا ديجا ولكن الجيبريكمون دابا مبيانيا. كنلاحظو بان المنحنى ما متماثلش بالنسبة لأصل المعلم، يعني هاد لابارتي اللي كاين هنا ماشي هي اللي كاين هنا، يعني مكاينش تماثل هكا ومكاينش تماثل هكا، هادي وحدة، يعني لا فونكسيون ماشي فونكسيون امبير. ها وحدة نمشيو، واش كاين تماثل بالنسبة لمحور الأفاصيل، يعني واش كاين سيميتري بارابور أناكس دي زوردوني، هاد مو هذا ماشي مو ماشي ديالو هو هذا، علاش؟ حيت لا ديستونس ماشي هي لا ديستونس هادي، يعني مكاينش تماثل نهائيا. واخا يبان لكم نتوما شوية بحال هذا، لا راه ماشي نفس لا ديستونس، واخا هذا ولكن شوف لا ديستونس كاين هنا. شوف لا ديستونس اللي كاينه هنا، يعني ما كاينش تماثل، يعني ما كايناش لا سيميتري بارابور على اكس زوردوني، وما كايناش لا سيميتري بارابور على لوريجين دو روبير. يعني في الحالة لا فونكسيون هي اف اي ني بير ني امبير، يعني دالة ما فردية ما زوجية. علاش ما كايناش لا سيميتري؟ يعني كار سي اف ني با symétrique, rien n'est pas symétrique par rapport à quoi? À l'origine du repère O0, 0, 0 et par rapport à l'axe OY. Il est symétrique par rapport à l'axe OY, quand on a une fonction paire. Il est symétrique par rapport à l'origine du repère, les O0, 0, 0 quand on a un paire. هنا حتى وحده فيهم ما متماثلش بالنسبه لهاد النقطه هادي، وما متماثلش بالنسبه للمحور الاراشيدي، يعني لا فونكسيون لي بار لي ان بار. مزيان، هادي كيسيون نيميرو 2. كيسيون نيميرو 3 غادي يطلبوا مني عفاكم هنا طابلو دو فارياسيون، طابلو دو فارياسيون دو اف سور دومين دو ديفينيسيون لي واد دي دو اف. على حاول تركزوا معايا فاكم هادو طابلو دو فارياسيون اللي كنهضر عليها، هو ركزوا معايا فاكم نبداو بشوية بشوية. هادو اكس على فونكسيون اف، الا بغيت ندير طابلو دو فارياسيون دابخي لو غراف، يعني عندي المنحنى بغيت انا نمشي للطابلو، موالف كيكون عندي الطابلو انا كنمشي ندير لو غراف. دابا العكس، اسئلة عكسية، يعني لي كيسيون ريسيبروك. نجيو هنا، شنو هو الدومين ديفينيسيون بعدا اللي كنهضرو عليه؟ ها هو الدومين، لقيناه من موان 5 جوسكا 5، كدير من موان 5 جوسكا 5، ها الدومين هو الأول كتبدا به، واخا. باش كيبان لينا عاوتاني، كيبان لينا بأن المنحنى كيتغير ليا، ها هو، مرة كتبان ليا لا فونكسيون كيفاش دايرة؟ ديكخواسونت، مرة كتبان ليا كخواسون، مرة ديكخواسون، مرة كخواسون، يعني شحال من سهم كاين؟ كاين أربعة الأسهم، ها السهم الأول اللي هو ديكواسون، السهم الثاني اللي هو كواسون، السهم الثالث اللي هو ديكواسون، السهم الرابع اللي هو كواسون، يعني خصني ندير هنا أربعة أسهم، ولكن هاد الأسهم واش غادي نجيو نديرهم؟ لا، اش كاين في هاد البلاصة هادي؟ لي زابسيس، وهنا كنديرو لي زوردوني، عقلوا،
À la place, quand il y a les abscisses, il y a effacé, ou là, quand il y a les ordonnées, il y a arraché. Bien. Il y a des moins 5, jusqu'à quoi? Il y a la fonction décroissante qui est fine. À chabat, de baka, il y a une abscisse, il y a ou moins 3. Il y a moins 5, il y a moins 3. Il y a une abscisse. Les abscisses. عاود تاني لا فونكسيون كيفاش دايره كرواسون ولكن تلاش ماشي 2 كنهبطو كنقلبو على لابسيس ها لابسيس اللي هو 0 يعني هنا من موان 3 جوسكا 0 مزيان عاوتاني هابط المنحنى ها هو دي كرواسون جوسكا كوا هاد لو بوان ما كنمشيوش لهنا كنمشيو نقلبو على هنا بعدا شنو هو هذا 3 يعني من 0 جوسكا 3 مزيان ومن 3 عاوتاني طالع على فونكسيون جوسكا كوا جوسكا 5 من 3 جوسكا 5 من موان 5 جوسكا موان 3 من موان 3 جوسكا 0 من 0 جوسكا 3 من 3 جوسكا 5 هنا خدمنا غير بليزارسيس هاو موان 5 جوسكا موان 3 موان 3 جوسكا 0 من 0 جوسكا 3 من 3 جوسكا 5 ما كنشوفوش دابا لي زوردوني انا كندوي على هذا لي زارسيس ديما لي زارسيس هنا شوفوا معايا هنايا من موان 5 جوسكا موان 3 كيفاش داير لا فونكسيون تاع هنا هاي ديكروسونت يعني كلي ندير هنايا ديكروسونت يعني لا فونكسيون من موان 5 جوسكا موان 3 ديكروسونت ومن موان 3 حنا جايين عاوتاني هاي لا فونكسيون كرواسون جوسكا كوا جوسكا 0 يعني هنا كيفاش جايه كرواسون هاي جوسكا 0 مزيان عاوتاني من 0 هاي هابطه دي كرواسون جوسكا كوا جوسكا 3 هاي دي كرواسون جوسكا 3 هاي عاوتاني من 3 لا فونكسيون كرواسون في حدا حدا 5 هاي كرواسون جوسكا 5 مزيان والسالينا الطابلو باقي ما ساليناش علاش حيت يلاه درنا طابلو درنا لي زابسيس دابا خصنا لي زوردوني هنا يعني لي زيماج هادو كيتسموا دي زونتيسيدون حنا خصنا لي زيماج ولا كيتسموا لي زابسيس ولا دي زوردوني نجيو على موان 5 ها موان 5 فين هو الارتور ديالو دابا غندير الاسقاط يعني لا بروجيكسيون اوريزونتال ها الارتور ديالو اللي هو زيرو يعني غنجي هنا ندير زيرو غنمشيو لموان 3 موان 3 ابسيس ها انت درتي اسقاط عمودي غترجع لهاد الجي دابا ها هو موان 4 يعني درنا اسقاط لقينا هو موان 4 غتجي هنا وغدير موان 4 عاوتاني غادي نمشيو لو نومبر اش شنو درنا قبيله زيرو ها زيرو نقلب عاوتاني الاسقاط العمودي فين لقيناه لقيناه في 2 ها هو لوردوني هو 2 يعني غتجيني غادي دير 2 وغنمشيو عاوتاني لهاد 3 هنا ها هو لو نومبر 3 الا هبطنا هكا غتجيو غادي تلقاها هي شحال ها هي تقريبا موان 3 هاي موان 3 غنمشيو عاوتاني 5 الا جيتي لهاد الجي سقطتي درتي اسقاط افقي اش غتعطيك غتعطيك زيرو مزيان هذا هو الطابلو دو فارياسيون دو سيت فونكسيون بقات لينا واحد لا كيسيون اللي غادي تهضر على لا ريزولوسيون ديال ايكواسيون ديال ان ايكواسيون غرافيكمون هادو هما لي كيسيون ان شاء الله اللي باقي لينا في الفقره ونكونوا سالينا الدرس مزيان فهمناه ما كاين حتى شي مشكل باش نحاولوا ان شاء الله نمشيو لدرس اخر ان شاء الله دونك بور لا كيسيون نيميرو 4 قالوا لنا ريزودر جرافيكمون لي زيكواسيون سويفونت شنو هما اف دو اكس ايغال 0 و اف دو اكس ايغال 2 حاولوا تركزوا معايا اذا ملي كيعطينا حلول المعادله المبيانيه كنقلب على التقاطع التقاطع ما بين اش واج لا انترسيكسيون اونتر كوا اي كوا اونتر لا كوف دو لا فونكسيون اف اي لا دروات ديكواسيون ايغريك ايغال 0 ولا لا دروات ديكواسيون ايغريك ايغال 2 ولا لا دروات ديكواسيون y تيغالا 1 ولا y تيغالا موان 1 على حسب شنو باغيين يعني كاين الاكس وهذا هو y هذا هو خصك تبرطو لي بال هو y نبداو هذه بعدا الاول يعني بور f دو x تيغالا 0 ركزوا معايا ال y تيغالا 0 فين هو y تيغالا 0 هاو كنقلبوا على ال y فين هو 0 هو يعني هذا هو المستقيم نكتبوا عليه y تيغالا 0 مزيان واش المنحنى كيقطع ليا هاد المستقيم ولا ما كيقطعوش فعلا كيقطعو في شحال من نقطة ها الأولى ها الثانية ها الثالثة وها الرابعة يعني ربعة النقط يعني كومبيان دو سوليسيون 4 سوليسيون شحال كتبو ليهم هنايا اون غوماركي كو طبيعي الحال دابخي لو غراف كو سي دو اف كوب او بيان انتر يعني يقطع انتر كوا او اكس يعني محور الافاصيل اللي هو y تيكال 0 هاي y تيكال 0 يعني او اكس فاش انتر او اكس او بوان دابسيس كنقلبو ديما على لي زابسيس دابسيس شنو هما لي زابسيس كاين موان 5 اللي من وراه كاين موان 1 وكاين عاوتاني لو 2 اي كاين اخر واحد اللي هو لو 5
كنجينايا كنكتبو دونك لا سوليسيون اللي كنهضرو عليها في الدومين ديفينيسيون حيت الدومين ميناش من موان 5 جوسكا 5 شنو هي السوليسيون اللي لقينا كاين موان 5 كاين موان 1 كاين 2 كاين 5 دونك سيت ايكواسيون ادمي 4 سوليسيون ديفيرون غنمشيو pour x est égal à f de x est égal à 2 hein, pour f de x est égal à 2 et nous avons la résolution de l'équation y est égal à 2 comme on le y est égal à 2 qui est g y est égal à 1 y est égal à 2 qui est droit nous savons y est égal à 2 واش المنحنى كيقطع لي المستقيم فعلا ها هو كيقطعوا هنايا يعني واخا قاسوا كي تما تقاطع ها هو قطعوا في هذا البوان هذا واه باش قطعوا في شي بوان اخر هنا ما كاين حتى شي بوان دونك سيت ايكواسيون ادمي اون سول سوليسيون شاك شوا واش نعرف لكم هنا نكتبوا سيل اف ركزوا معايا اون رمارك كو سي دو اف inter H inter la droite maintenant si nous avons l'équation Y est égale à 2 en point fois de norta d'abscisse فين لابسيس ديال فيكتور عليه فهاد النقطة هادي ولكن لابسيس فينا ولا هبطتي الحل هو الزيرو عندكم تقولوا كتسمعوا راه كاين التقاطع في جوج هاد الجوج راه كيتعتبر اورثو راه كتبت ايغريك ايغال 2 هذا غير مستقيم ايغريك ايغال 2 انت ما تاخذش 2 ديما كتاخذ الافاصيل فين هو الافصول هو يعني ملي كتعبر كتلقى الافصول هو زيرو يعني هنا دابسيس كواد دابسيس زيرو وتجي تقول دونك لا سوليسيون في الانترفال موان 5 جوسكا 5 شنو هو الحل اللي عندي ادمي اون سوليسيون اونيك اللي هي لو نومبر زيرو مزيان بقات كيسيون واحده اخيره اللي هي لا ريزوليسيون d'une équation graphiquement. Donc pour la question numéro 5, la résolution d'une équation graphiquement. F de x supérieur ou égal à 0. يعني دابا هاد لابارتي هادي ما عندي ما ندير بها انا حاولوا تركزوا معايا هاد لابارتي هادي ايغريك ايغال 2 انا بغيت ايغريك ايغال 0 دونك هو لاكس ديزابسيس كون بغاو ايغريك ايغال 2 غنخليو هذا 3 نديرو هنا 4 نديرو هنا موان زان نديرو هنا موان 2 نديرو هنا فهمنا دابا دونك اف جي اكس كبر من 0 اش كتعني واش المنحنى فين غادي نلقى المنحنى فوق محور الافاصيل هذا هو اف جي اكس كبر من 0 الا كان صغير من 0 يعني خصو يكون تحت الافاصيل فين هو المنحنى فوق الافاصيل فين كاين كاين هاد لابارتي لا هاد لابارتي كاينه تحت الافاصيل هاد لابارتي كاينه تحت الافاصيل ولكن لابارتي الوحيده اللي كاينه فوق الافاصيل هي هادي يعني هاد اللون هاد انا نحاول ندير التخريج ديالها باش تعقلوا عليها هاد لابارتي كامله هي اللي كاينه فين كاينه فوق الافاصيل مزيان ولكن فين فاش من انترفال ها الانترفال ديالها فهاد الانترفال هذا هو اللي هو من موان زا غنكتبو من موان زا jusqu'à 2 alors aqlou afakoum باش نكتبو دابا جاوبنا باش نكتبو نقولو on remarque d'après le graphe que c'est le f la courbe de la fonction f située au-dessus de l'axe ox sur l'intervalle je mets l'intervalle qui est relié sur l'intervalle mais moins 1 jusqu'à 2 mais moins 1 jusqu'à 2 alors je dois être enfermé et je vais lui en a O égal qu'on gagne strictement à l'icône ouvert donc on a ça a fait religieux à gouler donc la solution de l'inéquation qui est relié puis on a l'intervalle من موانز 1 جوسكا 2 من موانز 1 جوسكا 2 هذه لا ريزوليسيون دين اون ايكواسيون غرافيكمون واش فوق الافاصيل تحت الافاصيل ولا فوق المستقيم ولا تحت المستقيم هذا هو الهدف ديال الفقره ان شاء الله حنا سالينا
dans ses généralités sur les fonctions numériques.